ومعنا هنا ناطق بلسان الشرطة الميجر وسيم بدر. وسيم، هل لك أن تحدثنا يعني في اليومين الماضيين كان هنالك هدوء نسبي، ما الذي يحدث الآن في صباح هذا اليوم؟ مهم جدا أولا أن ننوه للجميع أن الهدوء سيد الموقف في الحرم القدسي الشريف في هذه الأثناء. هدفنا الأساس لشرطة إسرائيل هو ضمان حرية العبادة للجميع، للمسلمين لطلاوة الطقوس الدينية في الشهر الفضيل، وأيضا للطائفة المسيحية وللشعب اليهودي. هذه المدينة المقدسة مدينة الأديان. نحن في شرطة إسرائيل نشرنا 3000 شرطي لكي نضمن حرية العبادة ونضمن الطقوس الدينية، لكن هناك قلة قلائل الذين تديرهم وتحرضهم جهات إرهابية لزرع الفتنة، والذين قاموا بأعمال عبث بالنظام، أعمال عنف التي تخللت رشق بالحجارة الكبيرة ومفرقعات، وأيضا أعمال عبث عنيفة جدا. من بادر بهذه الأعمال ومس بالحرم القدسي الشريف وبالطقوس الدينية هؤلاء المتطرفين، الغالبية الساحقة هنا تريد أن تقوم بالطقوس الدينية بهدوء، وهذا هدفنا الأساسي في شرطة إسرائيل. طيب جميل، تحدثت عن كل هذه المواضيع، لكن دعنا الآن نضع النقاط على الحروف. بداية فيما يتعلق بدخول المستوطنين، كانت هنالك في الأيام الماضية محاولات وتهديدات من قبل المستوطنين لتقديم قرابين في داخل الأقصى. هذا الأمر أثار غضب لدى المصلين المسلمين، وربما هذا ما أشعل فتيل الوضع الحالي، أليس كذلك؟ ما هو الذي تقومونه من أجل صد المستوطنين في هذا السياق؟ أنا سأحدثك على ماذا قمنا به في هذا الصدد. نحن قمنا بإلقاء القبض على 4 مشتبهين الذين نووا تقديم القرابين في منطقة يهودا والسامرة في منازلهم، وضبطنا مواد بينات بما فيها جدي لكي نمنع الاستفزاز ولنضمن المراسم الدينية والطقوس الدينية للجميع. أبعدنا مشتبه عن البلدة القديمة حتى منتصف شهر مايو. نحن نواصل عملنا لكي نضمن الطقوس الدينية المتبعة طيلة السنوات. الزيارات لليهود المتدينين في الحرم القدسي متبعة منذ سنين، وشرطة إسرائيل تضمن الزيارات دون الصلاة. الزيارات التي نحن نضمنها والمتبعة دائما دون الصلاة. هل ذلك دون الصلاة؟ ألا تسمحون يعني بالمستوطنين بالصلاة؟ نحن نعمل وفق ما يقوم به القادة السياسيين بتوجيه الخطة المتبعة لكي نضمن الطقوس الدينية لكافة الأديان والهدوء في الحرم القدسي. عظيم وسيم. لنضمن حرية العبادة للجميع. أنت تسألني على الزيارات. هذه الزيارات متبعة منذ سنين طويلة. شرطة إسرائيل تضمن سلامة وأمن المواطنين كافة والمصلين كافة، وأيضا سائحين من كافة أرجاء العالم. طيب عظيم. سؤال ثاني، كانت هنالك يعني شكاوي من بعض المصلين بأن أفراد الشرطة، وهنالك صور حقيقة يعني ليست شكاوي وحسب، وإنما هنالك صور لأفراد شرطة يقومون بالاعتداءات في داخل باحات الحرم، إن كان ذلك على نساء أو على رجال أو على بعض الأشخاص الذين لم يقترفوا أي شيء. لماذا هذا التصرف؟ أو ما هو الذي تفعلونه تحديدا؟ لن أسألك عن التصرف، ما الذي تفعله الشرطة من أجل الحد من أجل هذا؟ أولا مهم جدا أن ننوه أن شرطة إسرائيل تعمل بشكل موضوعي ووفق صلاحياتها وفق القانون. نحن أعطينا تعليمات لأفراد الشرطة والمدينة، وأنتم شاهدتم ذلك، شهدت أجواء رمضانية مميزة وهادئة، فكل من احترم الحرم القدسي الشريف واحترم القانون والآخرين لقي أفراد شرطة يحترمونه ويساعدونه، لكن كل من توجه إلى العبث بالنظام والعنف فسوف يلقى أفراد شرطة حازمين. أنتم لربما وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي تنقل قسم من الصورة، أنتم لا تعرفون إن قام هؤلاء بإلقاء الحجارة أو التحريض أو بارتكاب مخالفات أو خرق القانون. مهم جدا أن ننقل الصورة كاملة، ونحن نقول أننا نحن ننقلها وسيم، ونستضيفك هنا من أجل الحديث، لكن اسمح لي سؤال، اسمح لي، هل أنتم تقومون بمعاقبة أفراد الشرطة الذين يعتدون على المصلين؟ أنتم تتلقون البيانات ليس فقط من شرطة إسرائيل بل من وزارة العدل. نحن قمنا في السابق بأي شرطي الذي
قام بخرق التعليمات ولم يفعل وينهج وفق الصلاحيات، قمنا باتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، وأيضا هناك أفراد شرطة الذين قمنا بإخراجهم من شرطة إسرائيل. شرطة إسرائيل تفعل وتعمل دائما وفق القانون وفق صلاحياتها وفق مبادئنا لاحترام قدسية الحياة واحترام حرية العبادة. وإن كان شرطي خرق التعليمات، هذا لا يمثل كافة شرطة إسرائيل. بإمكان كل شخص التوجه وفق القانون لنفحص القضية بشكل موضوعي ومهني. إذا كانت هنالك اعتداءات يمكن تقديم شكاوى. سؤال الأخير لو سمحت، هنالك تهديدات من قبل عضو الكنيسة اليميني المتطرف إيتامار بن غفير بأنه ينوي إقامة مكتب له هنا في داخل باب العمود، هل الشرطة ستسمح بذلك؟ لأنه يعني نعلم ما حدث في العام الماضي عندما أقام مكتبا له في الشيخ جراح. بإمكانك توجيه أسئلة في كل ما يتعلق في المستوى السياسي إلى المتحدثين المسؤولون عن المستوى السياسي. أنا ما يمكن أن أقوله وأصرحه لك عن شرطة إسرائيل هو أننا نعمل لضمان أمن وسلامة الجميع والنظام العام لكي ينعم الجميع في الطقوس الدينية وحرية العبادة ولكي نضمن أمن وسلامة الجميع. شكرا لك المجر وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة.